نسمع جزء مما قالته عديلة حسيم ممثلة جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل. أن إسرائيل انتهكت مدى 2 من الاتفاق بخلال أفعال تندرج تحت مسمى الإبادة الجماعية. هذه الأفعال ذات نظام ممنهج لكيفية القيام بإبادة جماعية. غزة واحدة من أكثر الأماكن كثافة سكانية في العالم، يقطنها حوالي مليوني أكثر من مليوني شخص، نصفهم من الأطفال. لمدة 96 يوما إسرائيل عرضت غزة لما وصف بواحدة من حملات القصف الممنهجة في العصر الحديث. الفلسطينيين في غزة يقتلون بأسلحة إسرائيل جوا وأرضا وبحرا، وهم أيضا في خطر الموت من خلال المجاعة والمرض بسبب حصار المفروض من إسرائيل، تدمير بلداتهم ومنع الإمدادات الإنسانية للدخول واستحالة توزيع هذه المساعدات المحدودة جدا خلال القصف. ممثلة جنوب أفريقيا الحقيقة كمان عرضت مجموعة من الفيديوهات التي تؤكد ضعف المساعدات وأنه الناس تتقاتل في قطاع غزة للحصول على المساعدات، وهنا كان الرد الإسرائيلي أنه والله المساعدات دي مش بتاعتنا، ده إحنا معبر رفح ده معبر مصري يعني، وبالتالي كل المساعدات جاية من مصر وإحنا ملناش دعوة، ولا بنوقف ولا بنفتش ولا لينا علاقة ولا بنعوق ولا بنعمل اتفاق بعدد الشاحنات اللي تعدي. فالحقيقة أنه يعني مجموعة من الأكاذيب، خلينا نسمع جزء منها يعني عشان نرد عليها. The second part of this measure would require Israel not to impede access to Gaza by fact-finding missions, international mandates and other bodies. However, it is noted first that access to Gaza from Egypt is under the control of Egypt. Secondly, Israel has no obligation under international law to allow access from its territory into Gaza.